اليوم عملنا ندوة صحفية لأنه نحب صوتنا يوصل، لأنه صوت لحسيناه مهوش واصل، لأنه البارح بركة مثلا طلعنا للعميد رئيس الهيئة عبد الرزاق الكيلاني وفهمنا أنه رئيس الحكومة ما وصلتوش، اللي فما ناس لهنا مضربة على الطعام مخيطة أفواها وما حسش بينا، معناها فهمت حسينا رواحنا يعني نعيطوا بدون صوت. كان قرابة 10 سنين عركوا على الدوسي نتاعنا، فهمتني، وفدينا من التسويف نتاع الدولة والحكومات، هون بدلوا وزيدوا ونحيوا بقينا نحن في المهموتة. نهار 17 ديسمبر اللي هو في يوم الشهيد تلمينا اللي هي عائلات الشهداء وجرحى الثورة، ومشينا عملنا وقفة احتجاجية في القصبة، فهمتني يا اخي، استقبلتنا جماعة الحكم بالمطرق. منذ يوم 21 ديسمبر 2020 داخل مقر الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والمقاومين والعمليات الإرهابية، في وسط الاعتصام فما مجموعة هامة من المضربين عن الطعام، ثم في الأيام الأخيرة من الاعتصام فما مجموعة أيضا هامة من الناس اللي خيطوا أفواههم كحركة تصعيدية، فهمني، وهذا الكل فقط من أجل مطلب واحد وموحد، اللي هو نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الحكومة كل مرة تتبدل، فهمتني، والأمور كل مرة تتبدل، معناها كي تتبدل الحكومة تتبدل معها العبيد، فهمتني، واللي هو سي عبد الكيلاني اللي هو حضر على الأربع الولايات الأخرين، معناها حضر على الليفان، ما بديهاش من الأول، حضر على الليفان اللي هي أربع ولايات الأخرين، كمل خدم الأربع ولايات وسكر الدوسي، فهمتني، ومشى قدم نسخة لسي قيس سعيد في القائمة هذه، فهمتني، وبعث نسخة للمشيشي باش ينظروا فيها ويهبطوها في الرائد الرسمي. استدعانا العميد عبد الرزاق الكيلاني لمكتبه واعطانا بعض المعلومات، يعني شنو اللي اسباب هكا مثلا وردته هو وحب يخلينا على درايه. قال راهو من الاول هي بدات انه فما مجموعه من القاصرين، قالوا يعني اذا كان تهبط القائمه ذي هم مجموعه من الناس اللي ما تمش ادراجهم في القائمه الرسميه، قالوا اذا كان ما تم نشر القائمه هذه راهو باش نعملوا معناها يعني شغب وكذا واحداث منها. قال لنا اللي فما امنيين يعني هو ظاهرا ناش يحكي، قال فما امنيين اللي تم سحب اسمائهم القائمه النهائيه على اساس استشهدوا ولا اصيبوا في حدث الثوره، تم سحب اسمائهم القائمه الرسميه، اذا كان هبطت القائمه راهو هما بيدهم باش يعملوا باش يحرقوها البلاد. القائمة هذه في النهاية راهي فيها تحديد مسؤوليات، حابينا ولا كرهنا، راهو إذا كان هبط اسم شهيد ولا جريح، راهو مش باش يهبط اسم شهيد ولا جريح وتوفى القصة غادي، راهو باش يقولوا وين تضرب وفين تضرب وقتاش تضرب وشكون الجهة اللي تسببت في قتله أو جرحه، يعني باش يكون فيها تحديد مسؤوليات بالقانون. ولذا لهنا نشوفوا معناها يعني اتجاه نحو يعني الفلات من العقاب أو تمس الحقيقة.